اليوم أريد أحكي لكم معاناة نقل البيض العراقي من الحقول لبغداد. شلون تدخل؟ يعني شوف التاج، هاي التاج اللي هاي أقرب سيطرة هنا العامرية، تكلف نقل البيض رشاوي، ندفع رشاوي للسيطرات توصل 250 ألف دينار للسيطرات، اللي يبدأ من لواء 59 وش يريدك؟ يعني من التاجي ما تطب لي جاي العامرية، شوف بقى للعامرية ما تطب، وين تروح؟ تتحول من التاجي للتحويلة مال اليوسفية تقريبا توصل كربلاء حتى تدخل ترجع للعامرية. باع ايش قد؟ وهو بيض عراقي. سيد هاي ال 250 على الكيل وعلى التريلة؟ على الكيل 100 كرتونة، يعني الكرتونة بس الرشاوي تدفع كل كرتونة تكلف 2500 دينار. باع صور البيض العراقي، صور البيض العراقي، باع هذا البيض عراقي، شوف الضرب الاقتصادي عراقي حتى يصعدون ال البيض الايراني والبيض التركي يطب لنا خيجي عجب، بس العراقي يحاربونه. وين توجهنا؟ وين واحد يشتكي؟ اسمع حاكم الزاملي حيدر العبادي يا ابو الخضخضه يا ابو البعض، كافي حارب الفساد، مو هذا الفساد قدام عينك. شوف كيف يحاربون الاقتصاد العراقي، هكذا قال الرجل بعظمه لسانه. وعليكم الحكم والشهاده.